انا الان من هنا من فوق السفينه جالاكسي ليدر، انا بنوجه رساله لكل يمني حر، لكل يمني حر، قاطعوا البضائع الامريكيه والاسرائيليه. شلون تدسعوا ابدتم؟ شلون تهينوا ابدتم اسرائيل وامريكا؟ قاطعوا بضائعكم، البضائع لا تشتري بضائعهم ابدا ابدا، لانك لما بتشتري بضائع امريكي واسرائيل انت بتدعمهم، انت بتدعمهم يصنعوا سلاح بزلطك بفلوسك، تمام؟ والبادي اظلم. خذ السفينه من هنا وكذبوا ودجلوا وركبوا الاعلام الفلسطينيه والاعلام اليمنيه، بس كشفهم ارحم الراحمين. والان كذا البحر حقنا نظيف، حرام ما عبي تحتها سمك اسرائيلي، كذا السمك كله محتاج مسلمين وعرب. من فوق السفينه هذه بنوجه رساله الى الشعب اليمني الحر، ان انتم تقاطعوا البضائع الامريكي والاسرائيلي. ما حد يقدرش يصير تحارب، ما حد يقدرش تدفع لهم مال، ادعي لهم وقاطع بضائعهم. لا تشتريها، لا تشتريها. شهاده السفينه هذا من اشترى السفينه؟ مننا احنا، لان احنا بنشتري بضائع امريكي واسرائيل، فلذلك لا ندعمهمش ابدا. اضافه الى ذلك، اتحدى اي حاكم عربي، اي زعيم عربي قد عمل مثل ما عملت الجمهوريه اليمنيه. هذا نصر عظيم. دحين انا داري ان في ناس اكتبوا في التعليقات قد احمد حجر بيطبل، قد احمد هذا انتصار عظيم. جيت من صنعاء، جيت من اخر الدنيا علشان اشوف الانتصار العظيم هذا، ان احنا احتجزنا هذا السفينه من ارض الواقع. ما قبش ولا حاكم عربي برغبه ان في دول عظمى، في دول عظمى ما استطاعتش تحتجز على اسرائيل حتى تهاير. تهاير ما استطاعش، واحنا بفضل من الرحمن الراحمين احتجزنا سفينه طويله عريضه 7 دول. قلت انا شلون متقدر معضل، قلت لي بيل اطلع من الساعه 11 الصبح قد 5، لو ما طلعت لا طلع لا فوق السفينه. ففخر كبير كبير ان اليمن هي الوحيده الذي احتجزت سفينه اسرائيليه، وان هي الوحيده الذي بتدافع عن قضيتنا الوحيده وهي قضيه فلسطين.